اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا مع برنامجكم همزة وصل، جولة حوارية تفاعلية جديدة نقضيها على مدار الساعة تقريبا حول موضوع او واقعة او حدث او قضية من احدى القضايا التي تهمنا على الصعيد المحلي او ربما الدولي. نتحاور، نتناقش، نتبادل وجهات النظر، لعلنا نتفق جميعا على مبادئ او على اتجاهات حول هذه القضية وحلولا ايجابية لها. مشاهدينا، مشاركتكم معنا في موضوعات حلقات برنامج همزة وصل هي التي تثري موضوع الحلقة، وهذه المشاركة تتسنى لكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر أرقام الهاتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة الآن. وهذه الأرقام وهذه المواقع هي في الحقيقة من أي تليفون محمول رقم 1451 ومن أي تليفون أرضي 09-94-51. هناك أيضا مواقع عديدة للتواصل الاجتماعي تصلنا آراءكم من خلالها، وهي الفيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، انستغرام. كل هذه المواقع وكل هذه السبل تيسر تواصلكم معنا ومشاركتكم وآرائكم التي نطرحها على المتخصصين ونطرحها على المشاركين معنا. موضوع حلقة اليوم هو واحد من أهم الموضوعات، كل عام وأنتم بخير. اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن ثم أصبح هناك تغيير في موعد حلقة برنامج همزة وصل، والذي كانت تذاع في تمام الساعة 3 ظهرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة، أصبحت الآن تقدم في الساعة 1. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. وأول موضوعات حلقاتنا في شهر رمضان سيكون حول أيضا الموضوعات المهمة في رمضان، وموضوع الحلقة هو كيف يمكن تنظيم موائد الرحمن في رمضان للحد من عشوائيتها. شهر رمضان المبارك تكثر فيه موائد الرحمن وتكثر فيه أعمال الخير. دعونا مشاهدينا نتابع التقرير التالي ثم نبدأ المناقشة حول موضوع حلقتنا اليوم بعد التقرير التالي، فابقوا معنا. مشهد رمضاني يعكس تصاعد درجة التكافل الاجتماعي بين المصريين، تمتلئ شوارع مصر وميادينها بموائد الرحمن، حيث تعد موائد إفطار جماعية مجانية يقيمها المصريون تقربا إلى الله ومساعدة للفقراء وغير القادرين. ومع انتشار موائد الرحمن العام الماضي بصورة مثيرة للقلق، حذرت مديرية أوقاف القاهرة من إقامة أي مائدة إفطار بالمساجد خلال شهر رمضان دون الرجوع إليها والحصول على تصريح من المديرية أو وزارة الأوقاف. يهدف قرار الوزارة إلى الوقوف على مصادر التمويل والقائمين عليها وانتماءاتهم وتوجهاتهم والغرض منها، خاصة بعد أن استغلتها بعض الجماعات الإرهابية والمتطرفة في رمضان الماضي بشكل سيء، وأصبحت وسيلة للتكسب وتحقيق مكاسب سياسية وحزبية والاستفادة منها لتمويل أنشطة أخرى. ويقيم موائد الرحمن سواء أفراد لديهم القدرة المادية أو تنظمها جمعيات خيرية تعتمد غالبيتها على التبرعات في تمويل تكاليف الوجبات المقدمة في موائد الرحمن. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أكد أن الصيام مشاركة وجدانية بين الفقراء والأغنياء، وأنه مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي، فعندما يحرم الصائم من الطعام والشراب فإنه يشعر بمرارة الجوع والظمأ لدى الفقراء والمحتاجين، ما يدفعه إلى التكافل معهم والأخذ بيدهم للرفع من مستواهم الاقتصادي، وهذا بدوره يؤدي إلى قيام نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد المجتمع. أرحب بحضراتكم مجددا. استمعنا إلى التقرير، تعرفنا على ما جاء فيه. بكل تأكيد شهر رمضان المبارك هو شهر تقديم سبل وأشكال وصور الرحمة والتواصل والتكافل الاجتماعي، محاولة التقرب إلى الله بشكل وبآخر. إحدى هذه الصور هي موائد الرحمن، ولكن شريطة أن تكون هذه الموائد هي بالفعل مقامة لنية عمل الخير ونية التكافل مع من لا يستطيع ومن لا يقدر، مع عابر السبيل وما إلى ذلك من الأسباب التي من أجلها نشأت موائد الرحمن. هناك تساؤلات عديدة كما استمعنا في التقرير، وبالتالي هذه
هذه التساؤلات حول أهمية هذه المواد، الضوابط التي وضعت لها، كيفية الحد من عشوائيتها، وتساؤلات أخرى كثيرة سنتعرف عليها من خلال التواصل عبر الهاتف مع من يشاركوننا في هذه الحلقة. وسيكون معنا الدكتور فتحي همام، وكيل أول وزارة المالية الأسبق، والدكتور إبراهيم محمد قاسم، أستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي. ولنبدأ مع الدكتور فتحي همام. يعني دكتور فتحي، بعد التحية، كل عام وأنت بخير، ما تعليقك على القرار الذي اتخذته وزارة الأوقاف بعدم إقامة موائد رحمن في المساجد قبل الرجوع إليها؟ هذا القرار صائب جدا حضرتك، لأن طبعا احنا عارفين ان شهر رمضان هو شهر الخير والكرم، وده الموائد الرحمن هي يعني ظاهرة اجتماعية لطيفة جدا بتقرب المسلمين بعضهم ببعض، وطبعا كله بهدف ان احنا رضاء الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الشهر الكريم. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالله يعلم تماما يعني موائد الرحمن دي هل اقيمت فعلا لوجه الله سبحانه وتعالى ولا اقيمت لاغراض اخرى. نرجو ان شاء الله ان تكون كل هذه الموائد تقام لوجه الله سبحانه وتعالى، طبعا في الثواب من عند الله، وان طبعا لابد ان يكون هناك ضوابط لمثل هذه الموائد. طبعا نحن نعرف ان جميعها تهدف الى الخير والى التقارب والى رضاء الله سبحانه وتعالى، انما لا بد ان يكون هناك رقابه عليها حتى لا تتخذ لتحقيق اغراض سياسيه او اغراض حزبيه بعيده عن الاسلام وبعيده عن الاهداف التي يهدف اليها الدين الاسلامي من التواصل والمحبه بين جميع الافراد المجتمع خلال شهر رمضان بين الغني وبين الفقير. لان هذه الموائد المفروض انها تكون اساسا للموده والرحمه وطلب المغفره من الله سبحانه وتعالى، وليس لاي اغراض اخرى. فما اتجهت اليه الدوله والوزاره في وضع ضوابط لهذه انا اؤيده تماما، وارجو ان شاء الله ان تكون كلها لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور، هل اذا اقيمت هذه الموائد لغير النيه التي من اجلها شرعت ومن اجلها نقول شرعت سنه وانتشرت بين الناس، هل تفسد هذه الموائد؟ يعني إذا قام أحدهم مائدة لكسب سياسي، لكسب حزبي، لكسب مال، شهرة، ما إلى آخره، هل تفسد؟ يعني هل هناك تفسير معين وجهة نظر للدين؟ طبعا الدين لله سبحانه وتعالى، ونحن نعمل ما يأمرنا الله به سبحانه وتعالى طلبا لرضاه، وكل عمل يعمله البشر إذا كان لمرضاة وجه الله سبحانه وتعالى فهذا عمل مقبول وسيثاب عنه وسيضاعف له الثواب في شهر رمضان المعظم. اما اذا كان لاي اغراض اخرى فانه لن يكون له اي ثواب، بل قد يكون بالنسبه له اثما اذا كان يهدف الى اغراض اخرى من شانها هدم المجتمع او تدمير القيم فيه او اتجاه المجتمع الى نواحي ليست في صالحه. فطبعا لابد ان نكون حريصين على هذا تماما. تمام دكتور فتحي، ارجو ان تبقى معنا، سنعود اليك. وانا اذهب الان الى الدكتور ابراهيم محمد قاسم، استاذ بجامعه الازهر. يعني دكتور ابراهيم، كل عام وانت بخير. بعد التحيه كنت اسال على اذا ما اقام احد الافراد مائده وكان من وراء هذه المائده قصد، هل تفسد؟ هل هناك حكم او تفسير شرعي محدد لهذا الامر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بداية نعم، على ما قيل بالنسبة لمنع موائد الرحمن في المساجد، أنا أقول أنا ضد هذا المنع تماما. لماذا؟ لأن المساجد يقام فيها الصلاة، والإنسان يفطر بعد أذان المغرب أو عند أذان المغرب مباشرة. هو فضيلة الدكتور، عفوا على المقاطعة عذرا، هو لم يكن هناك منع ولكن هناك ضوابط بالرجوع إلى وزارة الأوقاف حتى لا تكون هناك عشوائية. نعم نعم. حينما أريد أن أطعم بعض الناس الذين في المسجد لازم أرجع لوزارة الأوقاف، أو لو سمحتم هل أطعم الناس أم لا؟ لا ينبغي أن نقيد أعمال الخير بهذه الصورة. تمام. لا يجوز على إطلاق هذا التقييد. اما هناك ضوابط معينه لا باس، انما تقييدها ان احنا نرجع لوزاره الاوقاف، ارجع لمن في وزاره الاوقاف ومتى اتصل به حتى اذا رزقني الله بامر واردت ان اطعم الناس، كيف اتصل بهم؟ اقول لهم اعطوني ترخيصا حتى اطعم الناس وحتى اطعم الفقير. هذا تقييد للخير ومنع للخير، والذي يمنع الخير يمنع الله تعالى عنه الخير في
الدنيا والآخرة. تمام، ولكن دكتور ماذا عن بعض الأشخاص الذين يقيمون هذه الموائد لأهداف سياسية ولأغراض حزبية ولأغراض، وبالفعل قد تدعو إلى الحشد أو الجمع والالتفاف حولهم لتنفيذ ما يعود على الناس بالضرر فيما بعد؟ يعني إذا كان هناك في هذا التشريع أو في هذا الموقف من وزارة الأوقاف شكل من أشكال الحد من الضرر، فما ردك؟ لحد الضرر، وربما كان ما تفعله أكثر ضررا على الناس، لكن أن تقام لأغراض سياسية لأغراض حزبية فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله لابد أن يكون الأمر خالصا لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أول من يدخل جهنم ثلاثة، منهم واحد كان يطعم الناس ويجب عليهم بما عنده، فسأله الله تعالى بعد أن عرفه نعمه عليه كيف أديت حق هذه النعم، قال يا ربي جدت بمالي في سبيلك وفقاء وجهك، يقول الله تعالى كذب وتقول الملائكة كذب، ولكنك فعلت ليقال كريم جواب وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. لكن ليست هذه يعني أو ليس هذا سببا في منع الخير عن الناس. هو دكتور، هو ليس منعا للخير، ولكن استوضح من سيادتكم، اذا كان هذا الشخص بالفعل هو يقيمها لوجه الله، فهل ترى ان وزاره الاوقاف ستمنعه من ان يقيم هذه المائده؟ وهل يستطيع احد ان يعرف ان كان يقيمها لوجه الله ام يقيمها لوجه الشيطان؟ نحن لا نعرف في قلوب الناس. الرسول قال هل شققت عن قلبك؟ هل شققت عن قلبك؟ لن نشق عن قلوبنا حتى نعلم نياته، النية مرجوعة لله سبحانه وتعالى. نعم. وتقنين موارد الرحمن بأن تكون في مثل معين، كيف ذلك؟ كيف للفقراء أن يصلوا إلى هذه الأماكن؟ يعني نعم دكتور، إذا أنت وجهة نظرك هو أنه ليست هناك، لن تكون هناك بالفعل آلية للتعرف على النية، وهذه هي وجهة نظرك فقط التي تعلق عليها. دكتور أرجو أن تبقى معنا دكتور إبراهيم، وسنعود إليك، ونذهب الآن إلى الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي. يعني دكتور سعيد كل عام وأنت بخير بعد التحية، ما تعليقك على هناك من يؤيدون موقف وزارة الأوقاف من مسألة وضع ضوابط لعدم عشوائية موائد الرحمن، وهناك من يعارضون هذا القرار، ما موقفك وكيف ترى الأمر؟ شوف، أولا موضوع مائدة الرحمن دي حاجة جيدة جدا، لكن مش لازم فقط تكون في شهر رمضان. يعني هل الجائع والفقير يأكل فقط نعم شهر السنة، إنما بقية العام محدش فاكره ولا نسيه؟ موجودة في أوروبا وأمريكا حاجة اسمها جيش الإنقاذ، بيعمل موائد رحمن ساعة طول السنة، المفروض ان احنا نعمل كده. النقطة الثانية في الموضوع ان توزيع هذه الموائد، يعني انا عندي المناطق الريفية في مصر، في الصعيد، في مناطق العشوائيات، تجد في مناطق غنية جدا ما فيهاش فيها مشاكل، وحتى ان فيها الناس عندهم اموال ويستطيع انهم ياكلوا او يلبسوا ويروحوا بيتهم، ما فيش مشكله، بيتعمل فيها ساعات استعراض اجتماعي، ساعات دعايه او راس مال سياسي يستخدم فيما بعد في الانتخابات. المهم يبقى فيه خريطه للفقر في مصر، اين نضع هذا؟ انا مش لازم ان لو انت حضرتك ساكن في القاهره ولقيت ان في منطقه خصوصيه في الصعيد، مش لازم حضرتك انت اللي تروح تعمل كده، ممكن لكن تلم الاموال وتعمل في هذه الاماكن، وانت انت كده ساهمت في مكافحه الفقر والجوع زي في بنك الطعام المصري. اتفضل. لكن هناك من يرون أنه في هذا الشهر تحديدا يكثر الخير فيجودون أو يحددون توقيتا معينا لسبب أو لآخر في هذا الشهر، هل ترى دكتور أن من الممكن أن تضع آلية أو ضابط معين للحد من عشوائية هذه الموائد؟ طبعا أستخلي بالك اللي بيحصل إيه، إحنا في شهر الصيام بنستهلك ثلاث أضعاف الأكل العادي. احنا بنعملها كأنها حفلات للغذاء، وحضرتك تتفرج على بعض حلويات طوابير واقفه. المفروض يعني هدف الصيام هو
تهذيب الروح، الصحة، الشعور بمعاناة الفقير والجائع. ده الأهداف ما تحولت إلى مناسبة للإسراف، للاستهلاك وأيضا الدرامي. بتلاقي كمية المسلسلات بتنزل على الإعلام لا ليها أول ولا آخر، فإحنا حولناها حاجة تجارية بحتة. فطبعا أنت محتاج إعادة النظر في هذا الموضوع. إحنا طبعا عايزين، أنا عندي نسبة فقر في بعض الأرقام الرسمية تتكلم على 22%، في أرقام غير رسمية دولية تتكلم على 40%. أنا نتعامل خريطة للمناطق ديت ونوجه لها مش بس الأكل، مفاضل احتياجات تانية أساسيات تمام نقدر لها. طبعا ثقافة رمضان، رمضان طبعا يعني ثقافة الخير، تمام. وصل وصل وصل. ما نبقاش فقط ملزمين بشهر واحد، لما انا عايز طول السنه يبقى ده سلوك المواطن، والمواطن المصري المسلم والمسيحي وكل المواطنين يساعدوا بلادنا. تمام. الدكتور سعيد أرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك. ونعود الآن إلى الدكتور فتحي همام، وكيل أول وزارة المالية الأسبق. يعني الدكتور فتحي، ما رأيك في أن هناك من يقول إذا جمعت هذه الأموال التي أراد أصحابها إقامة موائد رحمان بها وجهت إلى جمعية خيرية، تولت هذه الجمعية مسؤولية إقامة هذه الموائد، ما تعليقك؟ طبعا هو برضو لو قدرنا يبقى في جمعيات تشرف على هذا ونقدر نمولها وتقوم بها وفعلا تكون لوجه الله سبحانه وتعالى وتساعد الفقراء والمساكين في هذا الشهر الكريم، هذا طبعا شيء هيكون جميل جدا. هو بالتأكيد من أراد أن يقدم شيئا لوجه الله لا يعنيها أن يقف هو بذاته أو أن يفعله بيده، هو المهم النية، ولا ماذا ترى؟ بالضبط كده حضرتك، يعني هو المفروض أن احنا بنعمل كل حاجة لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في جمعيات حنثق فيها ويكون عليها إشراف دقيق وفعلا نتأكد أن الأموال هتروح لخدمة الفقراء والمساكين وخاصة في هذا الشهر الكريم ابتغاء لمرضات الله وسبحانه وتعالى، فده شبه هيبقى شيء عظيم جدا، وهيبقى فيه جمعيات كثيرة تنتشر على مختلف المحافظات وفي مختلف الأماكن وخاصة الأماكن الأكثر فقرا، وإحنا عارفينها كويس والدولة عندها علم بيها، فده طبعا هيبقى شيء منهج كويس جميل جدا. أما المساجد فهي يعني أساسا قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهنا المساجد للصلاة والذكر وكل حاجة، فإن احنا بنقول لابد إن احنا كل عملنا في شهر رمضان الله إن شاء الله يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، ولو في ضوابط فهي برضو لأن العملية تتم ونحقق لها ترشيد اكتر وتكون فعلا لخدمة الفقراء والمساكين وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولو اتعملت هذه الجمعيات فعلا انا حاجد ان في ناس كتير هتتبرع بهذا وهتساعد فعلا، طالما انها متأكدة ان هذه الجمعيات هتوصل الى الفقراء والمساكين وان الثواب هيعود عليهم ان شاء الله. تمام. الدكتور فتحي همام، وكيل اول وزارة المالية الاسبق، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. ونعود الى الدكتور ابراهيم محمد قاسم، استاذ بجامعة الازهر. يعني الدكتور ابراهيم، وانت لا تتوافق مع موقف وزارة الاوقاف في العودة اليها لاقامة الموائد، اذا كيف ترى ضبط هذه الموائد حتى لا نقع في عشوائية وحتى لا تستخدم وتوظف هذه الموائد في اغراض قد تعود بالضرر؟ يعني بداية انا لا ادري كيف توظف هذه الموائد لتعود على المجتمع بالضرر، هي لن تعود الا بالخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن رمضان من فطر فيه صائما كان مغفرة للذنوب وعتقا لرقبته من النار وله مثل اجر ذلك الصائم من غير ان ينقص من اجره شيء. الصحابة قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر فيه الصائم، قال يعطى هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء. إذا أنا بأترك للناس أن يتصدقوا وأن يفطروا الصائمين بالكيفية التي يجدونها، لأن أنا ممكن ما أستطيعش أن أنا أفطر الصائم على لحمة وعلى الأشياء التي يفطر بها غيري، وتختلف المسألة من إنسان لآخر، فلا نحرم الناس من الأجر، لا نحرم المطعم من ثواب الإطعام ولا نحرم الفقير من أن يجد طعاما في رمضان وسواء كان فقيرا أو غير فقير. تمام. طب دكتور، وماذا الضرر، ماذا هناك من ضرر إذا ما وجهت هذه الأموال إلى جمعية خيرات ما أو إلى إدارة المسجد نفسها لتقوم على هذا الأمر حتى لا يتدخل الأفراد؟ يعني لا، هو تدخل الأفراد لا يعني شيئا أولا،
ثم إن إذا وجهناها إلى جمعية خيرية إدارة المسجد ينبغي أن نضعها في يد أناس ثقة في دينهم وفي أعمالهم، لأن بعض الناس يأخذ الحاجات دي يذهبون بها إلى أقربائهم أو إلى غيرهم. المهم إن الصدقة، وأنا أرى لو أننا أعطينا الفقير مالا بيننا وبينه لوجه الله سبحانه وتعالى لكان ذلك أجدى وأنفع. يعني يمكن الفقير أو الإنسان وجد طعام عند واحد ويجي واحد ثاني يعزمه في نفس اليوم على الطعام، هذا لا يجزي ولا يدفع. إنما لو أعطينا الفقير مالا في السر بعيدا عن العلن، لأن الله تعالى يقول إن تبقوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء وهو خير لكم، تقول وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. الله أن تكون أعمالنا كلها لوجه الله عز وجل. آمين. قال لنا يوم القيامة اذهبوا إلى من أشركتم فيه عملكم فخذوا أجركم منه. آمين. لكن دكتور دعني أسألك قبل أن تتركنا، إذا كنت في موقف الشخص المسؤول الذي يريد أن يحد من الضرر وأنت بالفعل لست مطلعا على نية أي شخص، كيف تتصرف؟ هل هناك حل أو مخرج من وجهة نظرك؟ يعني أنا لازم يعني لا أتخيل أين يقع الضرر في أن أنا أطعم الناس أو أن أنا أكل. ليس دكتور عفوا، ليس الضرر من الإطعام، ولكن أنا أعلم أن هناك ربما يكون تجمع حالة من أشكال الشكل من أشكال استقطاب. نعم تفضل. أقول لهم أن أنا يعني عايز تعملوا كذا وعايز تروح مع الحزب الفلاني وعايز لا أتصور هذا، وحتى لو حدث هذا هو حدث بالفعل يا دكتور العام الماضي، حدث في بعض المساجد وفي كثير من الاماكن في الاعوام في رمضان السابق والذي سبقه ايضا. يعني انا اريد ان اقول ان المساجد مقصوره على موائد الرحمن او على اطعام الناس، لو ان انسان يريد ان يعمل امرا من هذه الامور لفعلها بعيدا عن هذه الاشياء، لكن يستطيعون ان يقوموا ببعض الامور التي يعني يكون لها ضوابط بعيدا عن ان يقيدوا الخير او ان يمنعوا الخير عن الناس. تمام، وصلت رسالتك الدكتور ابراهيم محمد قاسم استاذ بجامعه الازهر، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه. ونعود الى الدكتور سعيد صادق اخيرا استاذ علم الاجتماع السياسي. يعني الدكتور سعيد قبل ان اتركك، ماذا من وجهه نظرك الحل الامثل والانسب اجتماعيا ودينيا في هذا الشهر الفضيل لتنظيم عشوائية موائد الرحمن؟ شوف، هنا دور ممكن دور وزارة الأوقاف زائد وزارة الشؤون الاجتماعية عندهم خرائط للفقر في مصر. أنا طبعا مش هقدر أمنع أي واحد عايز يعمل حاجة، لكن اللي يستطيع أو يرى أن المنطقة بتاعته مش محتاجة لكن هو عنده أموال ويحب يساهم فيها، هنا هذه الوزارات يكون عندهم لجنة أو يعرفوا الجمعيات الأهلية التي تستطيع أنها توجه هذه الأموال للمكان الصح، لأن في بعض الأماكن يعني الناس بتتسلى أو مش لاقي حاجة تعملها في تنزل تاكل، يعني حتى بعض الأجانب بيجي يتفرج بيبقى عاجباه الفكرة فساعات ممكن يقعد ياكل مع الناس كويس حلو. بيعمل صوره جيده لمصر في الخارج، يطلعنا ان احنا ناس يعني رغم متكافلين واهل كرم. تمام تمام، لكن انا عايز الاماكن اللي هي بتعاني من نقص هذه الموائد، يعني تقريبا مع موائد ناقصه. ايضا زي ما قلنا مع موضوع بنك الطعام المصري، انا عايز يبقى الموضوع ده مش فقط في شهر رمضان، انا عايز كل سنه انا اعمل ايه، انا حاجه كل في شهر رمضان وبعد كده اعمل ايه. برضك ده لازم ان احنا نفكر في الاموال اللي بتتجمع، حتى لو انا ما استهلكتش كل الاموال دي في هذا الشهر استخدمها في شهور ثانيه في خدمات ثانيه للفقراء، بحيث ان رمضان وبركه رمضان تمتد ابعد من هذا الشهر. تمام. طيب دكتور، ماذا عن الرأي الذي يقول من الممكن تحديد أعداد للحاضرين لهذه الموائد، من الممكن تحديد أماكن معينة لإقامة هذه الموائد، كيف ترى هذا الرأي؟ طبعا ما لازم في مكان يبقى المناطق اللي فيها يعني لا عفوا هي أماكن دون أماكن، يعني تقوم الوزارة مثلا بتحديد المكان الفلاني، المسجد الفلاني أو الجامع الفلاني، لكن المسجد الفلاني أو الجامع الفلاني ليست فيه موائد.
من الممكن طبعا، لكن طبعا ليس داخل الجامعة. احنا برضه خلي بالك لما هتعمل طعام داخل الجامعة ده مش صورة حضارية، ممكن جنب الجامعة ممكن يتم هذا. هو عادة ما يكون خارج المسجد طبعا، خارج خارج حرم المصلى. انت احنا نؤيد طبعا، لانه بيسهل على الناس انها ما تاخدش مشقة مواصلات يعني. تمام، لا جواره. تمام تمام، تتعبه ايضا في افكار حتى انت ممكن تستخدمها. الناس اللي بتشتري من البقالة والسوبر ماركت بيبقى دايما في مشكلة فكة. في بعض الدول كانوا بيجمعوا الفكة دي، انت تنزل عن الفكة قرش او جنيه او نص او 50 قرش، انت مش محتاجها. المحل من المحلات دي ممكن في اليوم واحد يطلع له مبلغ ضخم، المبالغ دي تتجمع وبيتساهم في مساعدة الفقراء. نعم بالتأكيد، هي دكتور أشكال الخير وسبله متعددة ومتنوعة، ومن الممكن أن يفعل الإنسان خيرا بشكل أو بآخر. ولكن هو كان الحقيقة موضوع البحث تحديدا تقنين هذه الموائد حتى لا تتجه للعشوائية أو لأغراض في غير التي أقيمت من أجلها. عموما الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة ووصلت الرسالة. ومشاهدينا تعرفنا على بعض آراء المتخصصين، دعونا الآن نتعرف في نفس هذا الموضوع على رأي المواطن وعينة عشوائية من الشارع المصري، فابقوا معنا. ومفروض برضو في نوع من الإشراف برضو من الدولة على أساس يبقى في نوع من التنظيم احسن، حتى بالنسبه لانواع المواد الغذائيه الموجوده او الترتيبات او اختيار الاماكن المناسبه. موائد الرحمن كل عام وانتم بخير مطلوبه، بس للاسف بلاقي فنانين وفنانات يعملوا موائد رحمن بغرض الشو الاعلامي، وده عيب يا جماعه. موائد الرحمن هي فكره مشاركه مجتمعيه، المفروض ان الغني بيشارك الفقير في شهر مفترق زي ده في شهر رمضان يعني. بس الفكرة هل احنا هنفضل عايشين على حاجة اسمها موائد رحمن، ولا هنقدر نوصل للناس انها تعيش بكرامة داخل بيوتها؟ انا مش مستني الفقير لما ينزل على مائدة رحمن ويتبصروا على اساس ان هو انسان مهان بيستنى الشهر ده عشان ياكل فلاح. لا، المفروض ان الدولة تقوم بدورها. مين اللي ينظم بقى موائد الرحمن؟ الدولة. والله قبل ما ننظم موائد الرحمن مفروض ننظم نفسنا الاول. يعني في حاجات كده، ايه الفايدة ان انا اعمل موائد رحمن شهر في السنة وخربها طول السنة باقي السنة؟ فيفضل ان انا ما اعملهاش وعامل ربنا بصدق افضل بكتير قوي يعني. طبعا حاجة جميلة ان موائد الرحمن دي حاجة بتحس الناس على انها تبقى رؤوفة بالناس الغلابة يعني برضو، وبعدين بتبقى حاجة كويسة اللي بيها مثلا ايه، بتنشر المحبة بين الناس، دي حاجة كويسة طبعا. شاهدين استمعنا إلى آراء بعض المواطنين وهذه العينة العشوائية التي أوضحت بكل تأكيد ضرورة التنظيم وضرورة التعميم والاستمرار على مدار العام. دعونا الآن نتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والزميلة ألاء حامد. ألاء كل عام وأنت بخير، ماذا عن الآراء التي وصلت؟ كل عام وأنت بخير محمد، وكل عام وحضراتكم بخير مشاهدينا الكرام. بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعا بكل خير. أما عن تنظيم موائد الرحمن في هذا الشهر الكريم وهو موضوع الحلقة، فقد وردت إلينا عدد من المقترحات والأراء من مشاهدينا حول كيفية تنظيم هذه الموائد خلال هذا الشهر. نتعرف معكم الآن على تفاصيل ما ورد إلينا من أراء، ونبدأ بمشاركة تطالب المؤسسات الخاصة بطعام الفقراء والمحتاجين بالعمل على تنظيم مثل هذه الموائد طوال شهر رمضان. ننتقل إلى مشاركة من صديق البرنامج محمود الضو، وهو بالطبع يمتدح كثيرا فكرة موائد الرحمن، ويطالب أيضا بعض المؤسسات في الدولة من تنظيم هذه الموائد والعمل على إقامتها. فهو مثلا يتحدث عن إدارة القوات المسلحة، عليها أن تقوم بإعداد موائد رحمن مثلا في كل محافظة، وهو يتحدث عن طرق الإطعام غير الموائد مثل توزيع وجبات على الطرق السريعة وفي المترو ومحطات القطار والمطارات، وأيضا يطالب الأحزاب والنقابات وكافة أشكال المواطنين
المجتمع المدني بكل إداراتها على دعم الجودة في هذه الموائد والإعداد والتوزيع مع رعاية وزارة الأوقاف في المساجد وأيضا كل دور العبادة وجميع طوائف الشعب المصري والعربي تكون مشاركة في هذا الأمر ويكون ذلك دون مقابل، لأن هذا العمل بالطبع هو لوجه الله ولنهضة مصر، وهو أيضا يتحدث عن هذه الموائد طوال الوقت وليس فقط في شهر رمضان المبارك، وتكون عبارة عن منظومة متكاملة لكل مصر في كل محافظة ولكل مدينة وكل حي وتكون هناك رصد ومعرفة تحديدا للمحتاجين وغير المحتاجين، وذلك عن طريق البحث الاجتماعي من الوزارات المعنية لكل المواطنين، وذلك حتى يكون هناك تقصي الحقائق ومعرفة من المحتاج ومن يريد ولكنه لا يسعى إلى هذه الموائد. وهو أيضا يطالب المجتمع ككل بعدم إلقاء الطعام وإهداره والحفاظ على العادات والتقاليد الإيجابية بين المصريين، ويطالب بدعم كبير من المؤسسات والشركات القطاع العام والخاص ورجال الأعمال لدعم هذه الموائد طوال الشهر الكريم. ننتقل إلى مشاركة من صديق البرنامج أيضا محمد الطواب، يقول يمكن تنظيم موائد الرحمن خلال شهر رمضان وذلك حتى ندعم فلسفة السلوك الطيب والتواضع والخضوع بأخلاق الفضيلة والتسامح والسلام، فكل هذه المعاني تتجسد في محاولة مساعدة المحتاجين وبالطبع خاصة في موائد الرحمن، وهي أيضا تجسد تلاحم كل أبناء الوطن بعضا لبعض، ليس وهو يدعو إلى تكرار هذه الموائد ليس في شهر رمضان فقط بل يكون طوال العام بتنظيم إدارة مختصة لتلقي المساعدات بجميع أنواعها، وتكون مكلفة من مثلا وزارة الأوقاف لتلقي التبرعات وتوزيعها على المحتاجين وليس حسب الأديان ولكن جميع المصريين. وهو أيضا يقترح هنا أموال المصريين في الخارج يمكن أن تساهم في هذا الأمر، ونعمل على أن يكون هناك دعم شامل لكل مصري من الفقراء والمحتاجين وأيضا فئات خاصة مثل أطفال الشوارع وربما المحتاجين الذين يكونوا غير معروفين لدى المؤسسات الحكومية. وهو يطالب أيضا بأن يكون هناك تسجيل لبيانات هؤلاء المحتاجين ونحدد لهم نوع طعام معين طعام صحي حتى نضمن لهم التغذية السليمة من خلال هذه الموائد، ويكون هناك برنامج شامل لتغطية الموائد طوال العام، ويطالب جميع المواطنين بعدم إهدار الطعام وخاصة في شهر رمضان الكريم. إذن محمد كانت هذه أول مجموعة من مشاركات مشاهدينا حول موضوع حلقة اليوم، ما زلنا ننتظر منكم المزيد حول كيفية تنظيم موائد الرحمن في هذا الشهر الكريم وذلك للحد من عشوائيتها. والآن عودة إليك محمد. الزميلة آلاء حامد أشكرك وأشكر مشاهدينا على هذه المشاركات والآراء التي وصلتنا. اتضح مشاهدينا الكرام أن هناك إصرار من الجميع على ضرورة التنظيم، على ضرورة الضبط، على ضرورة نفع الجميع بقدر المستطاع. دعونا نستكمل موضوع الحلقة وهو كيفية تنظيم هذه الموائد، وهناك تساؤلات كثيرة للحد من مسألة العشوائية أو استغلال هذه الموائد في غير الأغراض التي أقيمت لها. وسيكون معنا على الهاتف بمشاركات هاتفية الدكتور عبد المقصود باشا من علماء الأزهر الشريف، والدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، والدكتور عبد الغفار هلال مفكر إسلامي. نبدأ مع الدكتور عبد المقصود باشا. يعني دكتور عبد المقصود بعد التحية كل عام وأنت بخير، كيف ترى القرار الذي اتخذته وزارة الأوقاف لتنظيم موائد الرحمن وعدم انتشار هذه المواد بصورة عشوائية تؤدي إلى أضرار أو سلبيات؟ السلام على رسول الله وبعد. بداية كل عام والعالم كله، ليست الأمة الإسلامية فقط بل العالم كله يحيي بمناسبة شهر رمضان المعظم. أما بالنسبة لموضوع حلقتكم وهو موائد الرحمن وتدخل وزارة الأوقاف في هذا الأمر، فأقول بعون الله وتوفيقه
أن وزارة الأوقاف لم تتخذ هذا القرار إلا بعد أن رأت مخالفات جسيمة في كثير من المواقع التي تقام فيها موائد الرحمن، ولذلك لم تتدخل وزارة الأوقاف في هذا الأمر طوال السنوات الماضية، وأبدت هذا العام تدخلها فقط في أن يأخذ الذين يريدون عمل موائد الرحمن في المساجد أن يأخذوا إذنا فقط من وزارة الأوقاف. هل في هذا عيب؟ إنها لم تمنع. تمام. ولكن هناك سيدي في أماكن كثيرة من الدولة، خاصة في الأماكن الشعبية والفقيرة، أناس يتخذون هذه الموائد ذريعة للدعاية الانتخابية وذريعة باتجاهات حزبية ودينية معينة، وهذا شاهدناه بالفعل. تمام. هذا لمسناه سيدي في أعوام كثيرة سابقة. هذا ليس منعا، هذا تنظيم، هذا تنظيم. لكن أنا لي رأي خاص في هذه المسألة سيدي، أرجو من المسؤولين بحثه، فإن كان صائبا أقر، وإن لم يكن صائبا طرح في النهر أو طرح في البحر وضرب به عرض الحائط. هذه الموائد الجميلة الطيبة ينفق فيها أناس خيرون كثيرون، دعنا من الذين يقيمون بعض هذه الموائد من أجل اتجاه سياسي معين أو مذهب ديني معين أو فكر متطرف معين، أطيح بالبلاد في كلب يطيح بها في الجحيم. إذن أنا لدي اقتراح أقترحه في على فضيلة الشيخ، ولكن في عجلة عفوا الوقت يدهمنا. تفضل. حاضر يا فندم. تفضل. أنا أقترح فقط أن هذه الأموال الطائلة التي تخصص لموائد الرحمن يخصص نصفها للموائد، والنصف الآخر يخصص لعمل مشاريع في كل حي من أجل امتصاص البطالة ومن أجل امتصاص. تمام. وصلت. تمام. شكرا. تمام. وصلت الفكرة. الدكتور عبد المقصود باشا من علماء الأزهر، وننتقل للدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع. دكتور رشاد بعد التحية معنا أقل من دقيقة، ما رأيك في موقف وزارة الأوقاف من ضبط عشوائية موائد الرحمن؟ أولا كل سنة وانتم طيبين، وكل الشعب المصري والأمة العربية كلها بخير. أنا بقول أن تدخل وزارة الأوقاف في هذا الأمر أمر محمود، وخاصة دم لما سمعت السيد الدكتور باشا، وأنا بقول هذا الكلام لأن عشوائية انتشار الموائد وتكدسها يمكن في منطقة واحدة يجعلنا نقول لوزارة الأوقاف أيضا أن تنظم هذه الموائد بحيث تكون يعني تشمل كل الأحياء في المناطق الفقيرة، وأيضا أن تستثمر هذه الأموال ليس في فقط الموائد الرحمن التي تعمل في رمضان، ولكن أنا نفسي وزارة الأوقاف تتبنى فكرة المطاعم الشعبية اللي كانت موجودة زمان واللي كانت على مدار العام. المباراة على مدار العام، وإن الناس تلجأ إليها، وخاصة الطبقة الفقيرة المعدمة التي لا تجد قوت يومها في وقت من الأوقات. تمام. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة دكتور رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وانتقل سريعا دكتور عبد الغفار هلال المفكر الإسلامي. دكتور عبد الغفار بعد التحية في أقل من دقيقة، رأيك حول موقف وزارة الأوقاف لتنظيم عشوائية موائد الرحمن؟ كل عام وأنتم بخير أولا. وأنت بخير يا فندم. أسأل الله تعالى المسلمين السعادة والأمن والرخاء إن شاء الله. طيب. بالنسبة لتدخل ذات الأوقاف هذا أمر محمود وطيب، وأنا أشجعه، وعندي فكرة أن هذه الأموال أولا هي أموال زكاة، والمفروض في أموال الزكاة أن تخرج بالمشروعات الخيرية التي تفيد الأمة، فبدلا من الإنفاق ببذخ على هذه الموائد نأخذ هذه الأموال، أصحاب هذه الأموال وهي أموال زكاة يتبرعون بها للدولة لتقيم بها مشاريع خيرية تكون نافعة ومفيدة ويقلل منها على قدر الإمكان. وصلت الفكرة. الدكتور عبد الغفار هلال مفكر إسلامي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وعذرا ضيوفنا الوقت هو الذي يداهمنا، ولكن أشكركم في النهاية على ما أوضحتموه. ومشاهدينا قبل أن نترككم إلى حلقة الغد، دعوني أطرح عليكم سؤال وموضوع حلقة الغد، وهو هل تبالغ الأسر المصرية في
في الإنفاق خلال شهر رمضان. مشاركتكم واهتمامكم ومتابعتكم لنا هي التي تثري موضوعاتنا. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. وأؤكد وأكرر على أن موعد حلقة برنامج همزة وصل أصبحت في الساعة 1 ظهرا بدلا من الساعة 3، وأكرر عليكم ضرورة المشاركة لاستفادة الجميع. كل عام وأنتم بخير وتحيا مصر.